تدخل الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية سقاراس من أجل حدث مرور بالطريق الوطني رقم 16 الرابط بين الولاية والبلدية الزعلورية. الحادث نتج عن اصطدام سيارة سياحية بشاحنة محملة بالقمح أصفر الحاد عن تسجيل ضحيتان من جنس ذكر. الطريق هذه راه ديما تجرى فيها الحوادث، راه يعني الناس كلها في الزعلورية كل سمانتين كنت توقع فيها الحوادث، تموت فيها الأرقام. هذا دورة كبيرة ياسر كنت ولا لا، جد مشجع ياسر الطريق هذه. شوفوا ليها حل، ما تبقاش كيما هكا تكتب القلق وتروح بتريال وتخسر، كيما العشوة بنتي تزرقها بنتي.